كتشتغل في واحد الظروف معينة في واحد المكان اللي هو مكان فيه مواد خطيرة، ممكن هذا ينتج عليه إعاقة، ممكن ينتج عليه إعاقة، ممكن أن الأم أثناء الفترة ديال الحمل كلات شي أدوية، قد تعطى شي أدوية بدون استشارة الطبيب. راه بالفعل انا كنلقى بعض المرات للاسف كنلقى بعض الحالات اللي مرتبطه بان الام في مرحله ديال الولاده، هذا مهم ليكم انتم البنات، في اثناء الحمل كتلقى ان الام دون استشاره الطبيب كتاكل واحد الدواء معين، وهذا الدواء للاسف كيكون هو اللي كينتج الاعاقه. داكشي باش كنقول الإعاقة راه ماشي شي حاجة اللي هي قدر، لا، راه كاين الإعاقة راه ممكن نقصوا منها. المهم هو دابا خاص يكون إشراف طبي، حيت دابا الطبيب فاش كتبع مع الطبيب أو مع الطبيبة هو كيقول لك أشنو خاصك دير أشنو مخاصكش دير، ولكن بعض المرات ما كنكونوش عارفين للأسف كيقدر يوقع الأشياء. كيقدر مثلا الإعاقة اللي تنتج أثناء الولادة. ممكن هذا فاش كيتولد. ممكن أي ممكن عليكم السلام. ممكن يعني كاينة ظروف ديال الحمل، ظروف ديال الحمل هي تقدر تنتج الإعاقة. داكشي خاص شوية الوعي. مثلا أثناء الولادة مثلا بعض المرات كتقدر الأم تولد في ظروف مثلا ماشي هادي، أو يكون عندها مشكل أثناء الولادة، يقدر يكون أثناء الولادة تكون مضاعفات على الطفل أو على الجنين، كيقدر ما كيطلعش الأكسجين مثلا، ما كيتنفسش مزيان، ما كيطلعش الأكسجين للدماغ ديالو، خاصة في المرحلة الأولى. علاش الدراري الصغير فاش كيموت كيهزو كيقلبو كيبدا كيضربو فيه؟ فاش كي زغي يعني راه مزيان، يعني الجهاز التنفسي ديالو كيخدم، حيت فاش كان فيه في الرحم الجهاز التنفسي ديالو ما كانش خدام، ولكن فاش كيخرج الجهاز التنفسي خاصو يخدم. اكيد فاش كيدخل داك الاكسجين اللي كيحاربو الطفل داكشي اش كيغوط، ولكن راه مزيان لانه هذه المرحله راه مهمه، تقدر تنتج اعاقات، وكان إعاقة ديالية كثيرة كتوصل في ديك المرحلة أن الطفل أو هذاك المولود ما كيطلعش الأكسجين من الدماغ ديالو. يعني أنا كنقول هذا الكلام لأن الإعاقة راه ماشي قدر حتمي، راه ممكن نتحكموا فيها، ممكن نتحكموا فيها، وربما لتحت فرصة أخرى ممكن أن نخدموا على جميع المستويات، جميع المستويات اللي عندها علاقة بالإعاقة، مستوى وشنو هي الاسباب اللي ممكن تؤدي الاعاقه وكيفاش نقدر نتجاوزو. ولكن لضيق الوقت حنا ما نهضروش على هادشي كامل بصفه عامه بعجاله، الا بغينا نهضرو على الاعاقه عندنا ثلاثه مستويات كيقولوا الاعاقه. كاين عندنا اعاقه اللي كنسموها اعاقه بسيطه، واحد كتعطو اعاقه وكتلقى عندو اعاقه بسيطه، وكاين الاعاقه المتوسطه وكاين الاعاقه الشديده، يعني كاين هاد المستويات. كذلك لابد نديرو واحد التعريف الإعاقة، ما لابد نعرفو الإعاقة كيف قلت لك هو يصعب. علاش؟ لأن الحقيقة هي متكاملة مرتبطة بالشخص اللي هو في وضع الإعاقة ومرتبطة بالمحيط، كيفاش هذا المحيط كيتعامل مع هذاك الشخص، كيفاش كيتقبل الإعاقة. نعطيكم مثال، حيت راه ممكن أننا نلقاو واحد الطفل عنده إعاقة ولكن الأسرة ديالو ما عندها كتقبلاتو وكتخرجو، تا هو كيخرج للحياة العامة، إلا كانت شي مناسبة تا هو كيدوب، كيخرج مثلا مع الدراري في الزنقة تا هويا، كيخرج للحياة العامة، كيمشي للسوق مع مو، كيمشي مع با عندو حاجة يحطو معاه في العام ويبيع ويشري. هذا راه ماشي بحال
معاقش دينا سدينا عليك. السلام، شرف لي باش نحضر معكم اليوم. انا اول مره كنزور هذا المركز. ديجا ما تلاقيتوش، يعني عطاتني البلاصه ولكن حاولت ما لقيتش. دونك هذه فرصه باش انه نديروا زياره لمركز التكوين المهني التسويق. ونفس الوقت باش الانشطه اللي كانت تكون داخل المركز والمحاور اللي كانت تدخل فيها المركز. موضوع الندوه حول الاعاقه هو موضوع مهم، يعني ما يمكنش انه نخصم من قيمة هذا الموضوع نظرا ل الأهمية اللي كانت نظرا للأهمية اللي كتكون عند هذه الفئة المعينة من المجتمع. هذه الفئة كتطلب منا احنا كمجتمع باش انه نعطيوها الحق ديالها، كما انه جميع الفئات اللي كاين في المجتمع عندها حقوق ديالها، حق التعليم، حق الصحه، حق التنقل الى غير ذلك. هذه الفئه ايضا يعني كتطلب منا كمجتمع مدني، كمؤسسات التعليم، كمراكز اجتماعيه، باش انه نعطيوها الحق ديالها، ودائما يكون عندها طرف يكون طرف اللي نعتني به ونعطيه الحق. اللي تمكنوا انه تجاوز الاعاقه، فهنا ما تبقاش عندنا شي حاجه سميتها اعاقه. بالنسبه لحقوق الاشخاص في وضعيه الاعاقه، فهي حقوق يعني كنستها مقتضيات قانونيه دوليه، هي الاتفاقيات والاعلانات والمواثيق الدوليه. جات في ظلها مجموعه من القوانين الداخليه اللي عمل المشرع الوطني على ملاعبة قوانينه الداخلية مع مختلف الإعلانات المواثيق الدولية. ولكن العيب اللي كان في هذه القوانين أنها كانت مشتتة، كنلقاو حقوق المكرسة الأشخاص في الإعاقة يعني في الدستور المغربي، كنمشيو للقانون الأسرة، كنمشيو للقانون الشغل، يعني نص على مقتضيات يعني خاصة الأشخاص في الإعاقة ولا الناس اللي من بعد كيتصابوا بالإعاقة، مقتضيات خاصة في قانون الأسرة من اللي اكيد الاستاذ يعني افاض فيها الشرح بلا ما نعاود تاني نمشي ليها لانه ضيق الوقت. اللي كيبقى المشكل هو المجتمع هل يتقبل الاعاقه او لا يتقبل الاعاقه. هنا باش نخدمو على مؤسسات التنشئه الاجتماعيه. كتعرفوا شنو هي مؤسسات التنشئه الاجتماعيه؟ مؤسسات التنشئه الاجتماعيه اللي كتكون لنا هذا الفرق، اللي اولا كنلقاو الاسره، كنلقاو الثانيه المدرسه، كنلقاو المجتمع، وكنلقاو حتى الاعلام. ولد دخل الصنعه، دخل الجمعيه ودخل الصنعه. كيفاش الامكانيه ديال ان الاشخاص ذوي الاعاقه يستافدوا من تكون في مجال الصنعه؟ زيد واخا نديرو تفاعل. واخا بلاتي البنت عندها 13 عام، هي كتبقى في التعليم. الهوايه ديالها حلوه. هي اولا نظروا ليها كطفله، بغض النظر على الاعاقه، نظروا ليها كطفله، يعني الحق ديالها كطفله اولا كشخص هو التعليم. خاصها تعلم، راه كتشوف الاصلح ليها. كنهضروا على المصلحه الفضله ديالها، انت الام ديالها، كتحل كتشوفي بعيد وكتشوف عندك ديك الدافع ديال العاطفه باغا توصل ليها، عندك ديك الهاجس اللي خايفه عليها، باغا تضمني لها واحد الصنعه اللي باغا ليها واحد الحرفه اللي اكيد كتقولي في راسك لا قدر الله وانا يمشي تكون هذيك البنت قاده براسها. ولكن ما تحرقش المراحل، ما تحرقش المراحل. اولا انا ما عرفتش اللي بغيت نقول لك ان ديك الطفل وضعيه اعاقه عنده قدرات، ولكن باش حنا نوصلو داكشي اللي بغينا حنا كندورو ليه واحد المشروع ديال الحياه، كنراعو فيه القدرات، لان حنا بديك هذاك مكون في اطار
الورشة التحسيسية التي نظمتها جمعية قلم لذوي الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا النشاط يدخل في إطار مشروع نحو مغرب جدير بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تنجزه الجمعية بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وبشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية. اليوم احتضن مركز التكوين المهني النسوي بدرب مويل حسن دورة تحسيسية حول الإعاقة لفائدة المربيات. وفي هذه الورشة التحسيسية حاولنا أن نبرز لهذه الفئة المستهدفة مجموعة من المعلومات المرتبطة بالإعاقة وكذلك مختلف المقاربات. كما سنختم هذا المشروع بحفل سيتضمن تكريم مجموعة من الوجوه التي استطاعت أن تنجح رغم إعاقتها. سيتم التعريف بهذه الوجوه وتقديم بورتري لهم كي يتم التعريف بهم داخل المدينة ولماذا خارج المدينة حتى يصبحوا نماذج يقتدى بها. شكرا. نعيم عطاري مديرة مركز التكوين المهني مولاي الحسن تابع لقطاع الشباب والرياضة. اليوم اللي هو يوم الخميس 30 ماي استفدت شباب المربيات من حملة تحسيسية حول الإعاقة تحت الشعار نحو مغرب جدير بالأشخاص في وضعية إعاقة. بالنسبة لهذه الحملة التحسيسية قامت بها جمعية هي جمعية القلم، هذه الجمعية سميتها جمعية قلم لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان موضوع اللي هو مهم وكان جدير باش استفدوا المربيات تعرفوا اشنو هو المعاق ووضعيته والحاله العائليه والمشاكل اللي كيلقاها المعاق، سواء المشاكل الصحيه والمشاكل العائليه، وكان موضوع اللي هو جد مهم. وشكرا للجمعيه.